السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتكلم عن برنامج رائع يعمل على إضافة العديد من التأثيرات المختلفة على الصور وجعلها كأنها تبدو صور كرتونية أو أنها مرسومة بقلم رصاص. اسم البرنامج جيزما، بإمكانك تحميله من جوجل بلاي أو من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو. ثم اضغط هنا لاختيار الصورة التي تريد التعديل عليها، أو بإمكانك التصوير مباشرة. الآن بعدما اخترنا الصورة التي نريدها، نجد هنا خيار قص الصورة، بإمكانك التقريب والتبعيد بالقدر الذي تريده وتدوير الصورة بمختلف الاتجاهات. والآن نضغط على نيكس. أولا، البرنامج يحتاج لأن تكون متصل بالإنترنت، لا يعمل بدون اتصال بالإنترنت، فعندما تضغط على هذا الإفكت سيقوم بالتعديل على الصورة من ثم بإظهار النتائج لديك. إذا قمت بوضع إصبعك على الصورة والتحريك يمين أو يسار، فسيقوم بتخفيف التأثير على الصورة أو زيادته. وإذا أعجبتك الصورة فقط اضغط على هذه الإشارة وسيتم حفظها في مجلد في الاستوديو. الآن سأريك مختلف التعديلات على هذه الصورة. شكرا للمشاهدة، اضغط لايك وشير واترك لي تعليقا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وزيارة الصفحة على الفيسبوك والانضمام للمجموعة لطرح أي استفسار.